تصور ما قدرتش نكمل. الوضعية الأطفال دابا حاليا راهم في عذاب شديد، يعني بحال هكا تضرب الدراري تحرقهم، لا ما في خباليش هذا الشيء. هذا كنت نصبر على داك الشيء اللي تدير، بحال نقول تنبغيها الأرض أنا فيها، السماء هي بعيدة عليا، شنو ندير؟ قلت الشكوى والله إذا بقات معايا راني نقتلها. أنا باغي ولادي نخدم عليهم، ما كاينش مشكل، حيت تتحمل فاس وجيت ولد بهم في طنجة. أنا السيد محمد المنيعي، باي الأطفال اللي ساكنين في طنجة، في حومة عيل الحياني، اللي شاهدوهم الناس تتعذبوا من طرف الأم ديالهم، تتحرقهم، تضربهم، تضربهم بالموس، يعني معذبهم واحد العذاب شديد. انا راه شفت الفيديو، انا ما كانش في الخبر ديالي بلا وليداتي تيتعذبوا بحال الدرجه هذه، يعني انا راجل وقاد نخدم على وليداتي، وعيت تندق ابواب القانون كامله، المحاكم، الكوماساريات، ما لقيت حتى شي قانون. عندي 12 شهاده هنايا جايبها معايا انا، وبلا اللي انا تلفه اللي ما عارفهاش. انا فاش شفت الفيديو اول رد الفعل بعدا كنت تنطيح على الوقفه ديالي. اولا اختي بعدا اكتشفتو بالليل ما بغاش تقول لي، حيت الا قالت لي بالليل انا نطج، ما نبقاش انا بلاصتي، ما نعرفش راسي انا فين راني، اولا ندير شي مشكل في راسي. ما قالتليش لا غد لي في الصباح فاش قالتها لي، كيفاش قالتها لي لقيت راسي هنا في طنجه، يعني ما شعرتش انا. وبالخصوص بحال هكا الفيديوهات وليت نشوفهم مع الوليدات ديالي، الوليدات ديالي تيتعذبوا، عندهم تقبه في الباب، الجيران تيجيبوا لهم، هي سد عليهم الباب بالساروس، والجيران تيجيبوا لهم الماكله اللي كترخيهم، والوليدات مساكن تيتعلقوا تيجبدوا داك الماكله بحال اللي راه واحد العذاب يعني شديد ما فيه ما يتشاف. الشكايه ديال السيده هذه مدمنه. النوبه الاولى كانت عندي في الدار حامله بالبنيته الاولى، الاخت ديالي كانت شافتها تتشم ليسانس ديال الموتور، كان عندي الاخ ديالي كان عنده موتور وتيبيتو في الدار في الباب، وهي هزت قرعه وحلت التيو ديال ليسانس وخواتو في القرعه ومشات تشمو، من غير ما خوتي شافوا عندها ليسانس. وهذه انا تنكتشف انا عندها الكولا، شنو فلانه قالت لك الشيطان والله وانا حامله وهذه غير الوحم جاني هكا. المهم دوزت هذاك النهار وليت اكتشفت عاوتاني القرعه عندها، دازت هذه الكولا وليت تنكتشف عليها تتشم البوطه، حتى لواحد النهار تنجي وتلقى الباب سدها عليها وطلق البوطه، بغيت نحل الباب ما عنديش كندير، بديت نفرع الباب. المهم عاد حليت الباب، فاش حليتها لقيتها هي طايحه في كوما، والبنيته خلاص مازال ما حطاتش في ديك اللحظه هذيك حامله بها، انا بقيت تالف. المهم داز هذيك مشات هذيك الايام هكاك ما بقاش نحصل، ولدت البنيته مده واحد 3 شهور من بعد البنيته، وليت حصلت عاوتاني نفس الطريقه البوطه. كنت نصبر على داك الشيء اللي تدير، بحال نقول تنبغيها، وانا تالف بحال هكا، وقلت الا مشيت بحال هكا للمخزن او كذا او هذه، يعني بحال اللي نتفاصلوا بحال نطلقها وهذه. انا كانوا تيقولوا لي الناس تيقولوا لي راه تتعب بهم في البلايا، ومشيت تنقلب عدات من المرات وما كنتش نلقى، يعني انا ما تنحصلش. واحد النهار مشيت لهاد البلايا تلقى السيده ديالي تلقى غادي مفتونه تتسبك تتقلب على طاكسي، مشيت تعرضت للطاكسي، وقفت للطاكسي قلت له انا اما تحني اما نزلت السيده، ما عليناش. بقات شي ثلث ساعه وهي تقول له راه يذبحنا يقتلني ما تحصلوش، واخا ما عليناش انا ما بغيتش نحيد. فاش هو جا لعندي مشيت انا حليت عليها الباب، شنقت عليها، بقات تنعيط الشرطه المخزن، ما حضر عندي حتى شي واحد، وقيت التراويح مع السيكتور خاوي، بقيت تنعيط والو، شكون اللي خرجوا لي؟ خرجوا لي 30 واحد تقريبا من ذاك البيران، يعني بلاصه الشيشه حاشاكم وهذا. وكنت عند السيد وكيل الملك هو اللي قال لي الا شفتي مرتك شنق عليها وعيط للشرطه. هذاك الشيء ما درت انا، الوليدات سولت عليهم قالوا لي راهم هنا يدوروا، انا غادي على اساس باش نشوف هي الوليدات نهرب بهم. هي ديك فاش نقص عليها بقاو داك الناس هكا بقاو ها اللي تيضرب بوليت اللي تيضرب بكروشي كل واحد واش تيدير. قلت لهم انا هاد السيده راه ما نطلقاش، هاد اليد هادي طيروها ضربوا ديروا اللي بغيتوا، انا راه ما نفارقش مع هاد السيده حتى تجي الشرطه. بالفعل بقينا شي نص ساعه او اكثر، جات الشرطه، داونا الشرطه، هي استقبلوها استقبال زوين، انا ما داوهاش فيا، وهدوني قالوا لي إلا وليتي ضربتيها أو درتي لها شي حاجة المسؤولية تتحملها الراس.
وهي بقات عنده في البيرو جالسين مع راسهم، انا صردوني بقيت نشوف هكا مع راسي، كنت نطيح الارض انا فيها، السماء هي بعيده عليا، شنو ندير؟ قلت شكوى الله. لا غد لي مشيت عند السيد وكيل الملك قلت له شنو وقع شنو وقع، تاسف هو براسو ولكن ما دار لي والو. الوضعيه الاطفال دابا حاليا راهم في عذاب شديد، دابا حاليا العذاب اللي كانوا فيه نهار قبل ما تجي الصحافه وهذه باقين فيه نفس الان. داو الاطفال المركز الخيريه وهي داوها يعني اعتقال مثلا كوماساليه او هذا، في نفس الوقت الجيران بقاو معجبين يعني لقاوها من بعد يومين لقاوها هي والاطفال ديالها. هذا الامر هذا كلشي محيره الناس، يعني انا حاير الناس اللي اكثر مني مسؤولين كبار حايرين، تيقول لك هذه موراها شي حاجه اللي وقف معاه اللي باغي هذا الدمار هذا يكمل. انا ما بقيتش عارف شنو كاين، يعني انا دابا طالب واحد اللي تنطلب من المسؤولين باغي الوليدات ديالي نخدم عليهم باش ما كان حتى نموت، انا باغي ولادي ما يبقاش معذبين. شفت التصاور ما قديش نكمل، المهم انا راني مدمر، انا باغي الوليدات ديالي، هذا هو الهدف ديالي انا اللي كاين، انا باغي ولادي نخدم عليهم ما كاينش مشكل. انا هذيك السيده باغي تبعد مني، الا بقات معايا راني نقتلها، انا الوليدات ديالي باغي نمنعهم منها، وزياده على هذا الشيء سمعت عليها راه حامله وهي تبعد مني ماشي مشكل. انا ما عنديش غرض، دبر راسها ما عنديش هدف بحال باش ندخل على الحبس او هذا، انا الهدف الواحد هو داك الدري ننقذهم لا غير، ما عنديش شي حاجه واحده اخرى. راه هذا مشكل كبير، انا خصني وليداتي نعرضهم على طبيب نفساني. المهم انا قبل ولادي كيف ما بغاو يكونوا، انا شنو هو الهدف؟ هو نعتقهم في هذه اللحظه هذه. وعندي البنت ما خصها حتى شي حاجه، كل شيء سنوفروا لها. انا ماشي نقول لك انا راني قوي او هذا او عندي شي خدمه مضمونه او كذا، انا الرزق هو الله. انا شنو هو الهدف الواحد؟ هو داك الدراري غير ما نضيعهمش وتيبقى الرزق هو الله. بعد بداك الناس اللي هما بحال هكا ردوني، انا ماشي اب مثالي بحال هكا اللي انا سامح في ولادي، وهذه هذه رساله راها زيرو. يعني انا راه ولادي شحال وانا تنقلب عليهم، وانا فاش هذا الفيديو هذا راه ما تنقدش نكمل الفيديو، وتنطلب الله يسمح لذاك الناس، وتنطلب الله يسمحوا لي ذاك الناس هما، حيت هما راه زعوا عليا نظره فريه، حيت ماشي لخاطرهم هما، حتى هما هي سامعين وشايفين، ولكن الحقيقه الله اللي تعلم بها. وانا دابا تنطلب من الله والمسؤولين يردوا لي الوليدات ديالي والله غير. عندي جوج ما كاينش في الحاله المدنيه، حيت تتحمل في فاس وجيت ولد بهم في طنجه، حيت هي الغرض ديالها هو ديك الكرش تكون ديالها كبيره والولاد جراهم في اليد ديالها باش الناس يعطفوا عليها، وبالفعل تيعطفوا عليها الناس. الوليدات في طنجه هي الغرض ديالها هي تخدمهم، فاش ديت لها البنت بقات تتمرعد عليها باش تولي تردها، حيت داك البنت كبيبره وتتفهم شي شويه تتجيب لها الفلوس اكثر من داك الدراري الاخرين. انا وليداتي الحلم ديالي هما كانوا بحال هكا نخرجوا مقارين، واخا انا امي ما قاليش ولكن وليداتي باغي نقريهم داك الشيء اللي كتب الله. يعني ماشي نقول لك انا راه عندي وعندي وعندي، انا عندي الله سبحانه وتعالى ما عندي حتى شي حاجه.